تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 30 أكتوبر 2018، والمقدمة المملة اللي ما بملش أنا من تكرارها كل أسبوع. لو جاي تسمع أخبار فقط يبقى you missed الهدف الأساسي للخدمة. هدف الخدمة دي أذكر ضعفي أولا، أنا الحقير، وأي حد تاني باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية، خاصة في العالم اللي بيعمل على عكس هذا الأمر. إزاي يشغلك ويلهيك ويبعدك عن حياة اليقظة الروحية؟ طب إيه علاقة ده بشوية أخبار؟ علاقة ده إن المسيح قال لنا هتحصل حاجات في الزمان الأخير اللي معرفش طوله قد إيه، سنين قرون معرفش، لكن المسيح قال لنا هتحصل الحاجات دي كلها، هتقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة. قال لنا هيكون في دخان كتير اللي هي براكين، زلازل عظيمة في أماكن، زلازل تزيد في العدد والقوة، نجوم السماء تتساقط، أجسام فضائية تسقط كتير، مجاعات بسبب جفاف وغيره، أوبئة، مخاوف وعلامات عظيمة، سمك البحر ينزع، حيوانات طيور السماء تتساقط، حيوان البر يموت، علامات عظيمة في الشمس والقمر والنجوم، الناس تبقى خايفة من بكرة، أمواج البحر تضج. كل ده حين إذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. طب ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها؟ واحد، عشان ما نخافش، زي ما قال في إنجيل متى 24، هتسمعوا الكلام ده كله انظروا لا ترتاعوا، وزي ما قال معلمنا بطرس أما خوفهم فلا تخافوه، قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش زي ولاد العالم. عشان كده آسف لأساتذتي الأحباء، بس اللي بيقول الكلام كل اللي بتقوله يخوف أكشن المفروض العكس، ده يؤكد صدق كلام ربنا. الحاجة التانية، علشان نؤمن، يعني إيه؟ زي ما قال لنا إنجيل يوحنا 14:29، قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ في الوقت اللي بيشككنا فيه العالم في كل كلمة في الكتاب المقدس، بل وصلوا من البجاحة لدرجة أنه بيشككونا في وجود إله الكتاب المقدس نفسه. فربنا قال لنا حاجات ما تنفعش تحصل بالصدفة، لو طبقت عليها نظرية الاحتمالات لا تنطبق، أن هي تكون جت بالصدفة، اتكتبت أن ده يحصل في أواخر الأيام، والمفروض مع التطور يحصل عكسه، والمفروض مع التقدم يحصل عكسه، ونلاقي اللي تقاله الكتاب المقدس بعهده بينطبق بمنتهى الدق، لا تقبل أن يكون شوية تخمينات أو صدف. والحاجة الثالثة، وهي بالنسبة لي دي هدف الخدمة، زي ما قلت في إنجيل لوقا 21:28، ربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نبتدي نفوق. ومتى ابتدأت؟ وبكرر وبركز على الكلمة دي، لما تبتدي الحاجات دي تكتمل إمتى معرفش، شهور سنين معرفش، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي انت ترفع راسك لفوق لأن نجاتكم تقترب. ليه؟ لأن ربنا عارف الزمان ده هيكون العالم بيتفنن قوي قوي، يشغلك عن حياة الاستعداد، يشغلك حتى عن ان انت تتكلم مع ربنا، غذائك الروحي ان انت تقرأ في الكتاب المقدس كلمة ربنا وتتأمل فيها وتشبع روحيا. قارنوا جيلنا بجيل أبائنا وجدودنا، كان عندهم هذه المشغوليات اللي احنا عايشينها؟ كان بيصحى الصبح مشاغل العالم تلهيه لغاية ما يجي بالليل ينام ويلاقي ان هو حتى ملحقش يقف دقيقة قدام ربنا؟ ما أكلش ولا وجبة روحية واحدة من الوجبات المتحالو طول اليوم، بالإضافة للمسلسلات والمشغوليات والشغل وصعوبة المعيشة والكلام ده كله. العالم أصبح حاليا بأساليب مختلفة بيلهيك عن حياتك الروحية، آيباد وآيفون والحاجات دي كلها، والفيسبوك اللي لازم تتابعه، والمسلسل اللي لازم تتابعه، صح؟ sounds familiar اللي أنا بقوله. كم واحد بيحضر المسلسل ولكن ما بيتابعش في نفس الوقت الكتاب المقدس؟ ده بقوله نفسي أولا قبل حضراتكم، ما أقصدش حد. المهم العالم قاصد انه يحطك في هذه المشغوليات، فربنا في المقابل اداك حاجات عشان لما تسمع عنها غرضها ان هي تنور قدامك، تقولك فوق، ارفع راسك لفوق. لما تبتدي دي انت ترفع راسك لفوق، تنتبه ان العالم موقعك في هذه الخديعة. هو ده اللي اقصد اقوله في هذه الخدمة. علامات في السماء اللي قالنا عنها الكتاب
وفعلا بتحصل قدام عينينا وزادت جدا. دراسات توضح انه الأشعة الكونية فعلا في تزايد زي ما قلنا سفر الرؤية، وادي الدراسة قدام حضراتكم وازاي بالفعل المقاييس توضح الكوزميك ريز في تزايد. يا ترى هيجي اليوم الناس اللي تبتدي تتحرق قوي ويبتدي يجدفوا على اسم ربنا زي ما قال سفر الرؤية؟ اعتقد اقتربت. مركبة باركر تعتبر او تسجل رقم قياسي في الاقتراب من الشمس. يوم 23 اكتوبر سقوط 47 كرة نارية في يوم واحد. قرن الارقام دي باللي كانت بتتسجل بنفس وسائل الرصد ووكالة ناسا وغيرها ما قبل 2008. يوم 24 اكتوبر 25 كرة نارية في يوم واحد. يوم 25 أكتوبر 22 كرة نارية في يوم واحد، شبه دلوقتي ما بيعديش يوم غير هذا الحادث المتكرر. يوم 26 أكتوبر 30 كرة نارية في يوم واحد. يوم 28 أكتوبر 19 كرة نارية، ويوم 29 أكتوبر 30 كرة نارية في يوم واحد. الطقس اللي فعلا أصبحت أمواج العالم تضرب. موسم الأعاصير اللي حصل في 2018 ولم ينتهي اعتبر خلاص أقوى موسم أعاصير في التاريخ، ده من USA Today قدام حضراتكم. بس اللي كان متابع معايا السنة اللي فاتت اتقال نفس الكلام على موسم أعاصير السنة اللي فاتت، بس السنة دي كان أقوى منه. فعلا أمواج العالم بيزداد ضجيجها زي ما قال الكتاب المقدس. بالفعل الأمواج تضج. جزيرة في هاواي تم محوها بالكامل بسبب أو بواسطة هيركين والكا القوي، ده من الجارديان. جزيرة قبل وبعد ملهاش وجود. عاصفة عنيفة تسقط كم كبير من البرد الثلجي في روما، وده من ووتشرز، وأدي منظرها، ودي عربية وسط البرد والمية. الطيفون السوبر اللي هو يوتو يصنف أقوى سايكلون في سنة 2018 ويتجه لجزر مارينا الشمالية. سوبر طيفون يوتو يتجه يوم الحد اللي فات للفلبين وبدأ يعمل كوارث فعلا. طيب ما في واحد بس مركز على النبرة والهمزة فتح ولا ضم، فأديته وردة ورجاء محبة محدش يعلق. فيضان يحصل فجأة في البحر الميت يقتل 18 فرد في الأردن، ده البحر الميت. الزلازل، عشان تشوف كمية الزلازل زادت جدا. رقم 6 ده كان رقم نادر، وعايزين تتأكدوا من كلامي ارجعوا للإحصائيات السابقة في سنة 2008 وقبلها. بص الأسبوع ده فيه قد إيه؟ يوم الثلاثة اللي فات 33 زلزال، منهم 5 و7 في اليابان، وكتير 5 فما فوق. يوم الأربع 56 زلزال، منهم 6 و8 في اليونان، و5 و7 في الجزر الشمالية وغيره. يوم الخميس 60 زلزال تاني. يوم الجمعة 38 زلزال، فيهم 1 5.5 في رومانيا. يوم السبت 48 زلزال، منهم 6.1 في السلفادور، ده تاني رقم 6 في نفس الأسبوع. اللي رقم 6 ده يعتبر نادر جدا، وزي ما شرحت قبل كده من قياس ريختر ده تضاعف 5.1 ضعف 5، 16 أضعاف 5، 6.1 ضعف 6، 11 ضعف 5. يوم الحد 57 زلزال، منهم 1 تاني 6.3 في حاجة يسمى المضيق المظلم أو دارك باسج اللي في جنوب الأرجنتين. يوم الاثنين 44 زلزال، منهم 1.6 في نيوزيلند، و5.8 في باسيفيك رايز، و5.8 في الدارك باسج. الأسبوع ده لوحده، ده مش 10 سنين ولا سنة، ده أسبوع من USGS، عدد الزلازل القوية فقط 152 زلزال في أسبوع، منهم
أربع زلازل أقوى من 6 ريختر اللي المفروض أنه هو نادر. ده مش قوي، ده 15 ضعف اللي يصنف زلزال قوي. زلزال بقوة 5.7 من 10 تم تخفيضه من 6 يهز تايوان في حلقة النار. زلزال اليونان اللي بقوة 6.8 من 10 في الشاطئ الغربي يسبب خسائر كثيرة. البراكين اللي زادت أيضا في نفس الوقت. الحكومة تحذر أن 18 بركان يمثلوا تهديد كبير جدا في أمريكا. ده من جلوبال نيوز. خريطة علشان بدل ما أقول لكم كمية البراكين النشطة هذا الأسبوع، وده لوحده كافي إن هو يشغلنا ساعة وي. اللي قدام حضراتكم ده من فولكينو ديسكفري يوم الحد اللي فات، كل دي براكين نشطة في نفس اليوم. احنا مش متكلم على زي زمان 3-4 براكين في السنة، كل دول براكين في نفس اليوم نشطة. موت الكائنات جماعي. يوم 13 أكتوبر موت 4 حيتان في جزر في سكوتلند. يوم 14 أكتوبر موت كم ضخم من الأسماك في نهر في النرويج. يوم 15 أكتوبر موت الألاف من الأسماك في شاطئ في إندونيسيا. كل ده سمك ميت قدام حضراتكم. في نفس اليوم موت مئات من الطيور تقع ميتة في الهند. الحادث اللي كان حاجة غريبة عجيبة دلوقتي بينا لازم نسمع عنها، بدل ما كان مرة كل شهر داخلين على تقريبا معدل مرة كل أسبوع بنسمع حادثة وقوع طيور ميتة من السماء، زي ما قال لفظا سفر هوشع طيور السماء. أيضا في نفس اليوم موت ما يوازي 32 ألف رطل أسماك في شاطئ في فلوريدا في أمريكا. أيضا في نفس اليوم موت عشرات من الطيور البحرية في بحيرة في أسبانيا. يوم 17 أكتوبر موت كم كبير من الأسماك في محمية طبيعية في جنوب أفريقيا. أيضا في نفس اليوم موت 33 ألف من الماشية في النيجر. كل دولة أسبوع واحد، دولة مش سنة أو سنين. راجعوا الإحصائيات لغاية برضو 2006 و2007 اللي كان تحصل حالة أو اثنين أو ثلاثة في السنة أو مفيش خالص من موت كائنات جماعي، ولكن سفر هوشع 4 وصفانيا 1 بمنتهى الدقة قالوا لنا قبل عقاب الإنسان، يعني في أواخر الأيام قبل ما ينزع الإنسان، قالوا سمك البحر حيموت وطيور السماء وحينزع حيوانات البرية. عشان كده أنا مش جاي أقول نشرة وفيات الكائنات، مش ده الهدفي، لكن قد إيه روعة كتابنا اللي ما ينفعش تكون بالصدفة يحصل الكلام ده. طب إيه هدفه إن احنا ناخد بالنا منه؟ مش عشان الخبر في حد ذاته، لكن أولا عشان لما نسمع الكلام ده ما نخافش زي أولاد العالم اللي يخافوا. اتنين، عشان نؤمن بصدق كتابنا في الزمن اللي زادوا جدا جدا في تشكيكنا فيه. والحاجة التالتة والمهمة، عشان انتبه لخلاصي مش لحاجة تانية في زمن بيحاولوا يشغلونا عن حياة الاستعداد وحياة اليقظة الروحية. الأوبئة اللي زادت زي ما قالنا إنجيل لوقا 21 الأسبوع ده وبس، موت 6 أطفال و12 آخرين مرضى من إصابة فيروسية في مركز تأهيل في نيو جيرسي. ده من ABC نيوز. معدل الإصابة بفيروس اللي هو ويست نايل فيروس، بفيروس غرب النيل، يسجل رقم قياسي في بعض المناطق في أمريكا. ده من الجارديا. ومعدل الإصابة بيزيد جدا بطريقة ما سجلوهاش من قبل. تزايد المخاوف من المرض شبيه شلل الأطفال في كل أمريكا، فطفل في جورجيا ينشل في ليلة. عشرات من منتجات الطعام ينضموا للقائمة اللي اتكلمت مع حضراتكم عنها قبل كده لوجود مواد مسرطنة من مبيدات الأعشاب زي بتاع شركة مونسانتو وغيره. ده من CNN. آدي اللي عملوه للبشرية. وفي الآخر شركة مورسانتو تعمل لك الراوند أب اللي مسرطن، اللي يطلع ناس مصابين بالسرطان كم ضخم جدا وبيتحط في كل مكان في العالم كمبيد مبيد للحشائش هيربيسايد، وفي الآخر لما يجي إنسان يجيله سرطان يرمي اللوم على ربنا.
يقول لك إلهك ليه سمح بالسرطانات وإحنا اللي أفسدنا الأرض، وزي ما يقول سفر الرؤيا سيخرب الذين يخربون الأرض. ربنا يرحمنا. تقريبا 14 مليون يمني بسبب الصراعات واللي بيحصل ده كله في خطر المجاعة. أخبار الحروب اللي زادت، وزي ما لنا هنسمع هنفضل بس ما نسمعش حاجة غير العالم بيهدد في بعض. أمريكا تعلن أن اتفاقية حد التسلح النووي ليست خاصة بروسيا فقط ولكن بالصين أيضا. يعني روسيا مش عايزة، أمريكا بتقول أن أنا ما بقاش ملتزمة بالاتفاقية دي، وروسيا تعمل في الخفاء تزود الأسلحة النووية والصين تعمل اللي هي عايزة. بوتين يحذر من تسابق التسلح النووي الجديد مع أمريكا. خبر آخر، روسيا تصدر تحذير وتقول أننا نستعد للحرب بسبب تهديد أمريكا من الانسحاب من اتفاقية حد التسلح النووي. يعني اتفاقية اتفقوا عليها من فترة، روسيا خلفتها، أمريكا دلوقتي جت تعترض على مخالفة روسيا، روسيا بتهدد إن هي تحارب لو أمريكا انسحبت من الاتفاقية دي. تريستينج. أيضا بوتين يقول إن روسيا ستستهدف دول تحتوي على أسلحة أمريكية. ده من ABC News. تعرفين الأسبوع اللي فات بوتين قال إنه الروس اللي حيموتوا في الحرب العالمية الثالثة لو استخدمت فيها أسلحة نووية حيروحوا الجنة. أمريكا ترسل لأوروبا أكبر شحنة أسلحة أرسلتها في آخر 25 سنة في تسارع التسلح للعالم اللي بيستعد لهذه الحروب البشعة. قائد سابق في الجيش الأمريكي يحذر من احتمالية الحرب مع الصين اللي بقى دقت يعني وشيكة بسبب الخلاف على جنوب بحر الصين وغيره. شركة أمريكية تكشف عن صاروخ سوبر له القدرة على أن يرحل 17,000 ميل. بوتين يقول أن روسيا تطور أسلحة قوية أيضا. موسكو تريد أن الأمم المتحدة تصدر قرار لحفظ اتفاقية التسلح النووي. لعيب قوي بوتين ده على فكرة. حلف الناتو يظهر قوته العسكرية في تدريب عسكري موسع، موسع جدا حقيقي، يعتبر الأكبر من وقت الحرب الباردة وحتى الآن. ده من ياهو نيوز، أكبر تدريب عسكري يقوم به حلف الناتو من ساعة ما كان الحرب الباردة. الجيش الصيني يأمر بأن يستعد للحرب مع الغرب. ده من جريدة ذا صن البريطانية. البنتاغون يختبر بنجاح صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية في اليابان. كوريا الشمالية تحذر أمريكا من ثقتها في قوتها التدميرية وتطالبها برفع العقوبات مباشرة. يعني بتقول لها لو ما رفعتيش العقوبات ما تثقيش قوي في قوتك التدميرية. إيران تهدد بمحو تل أبيب وحيفة. ده من أروز شبأ. إسرائيل تضرب شحنة أسلحة إيرانية متوجهة لحزب الله. هل يا ترى حزقيال 38 اقترب؟ وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض الحظر اللي بتضعه روسيا لإسرائيل في سوريا. ده من The Time of Israel. غزة تطلق 16 صاروخ على إسرائيل، وإسرائيل ترد بضربة جوية. ده منها أرض. الآلاف من الغزاوية يتظاهروا ويريدوا تفجير تل أبيب. عباس يقول استمرار دفع النقود للإرهابيين هو خط أحمر. يعني إيه؟ يعني هو عايز يستمروا كإدارة فلسطينية يستمروا يدفعوا أموال للعائلات اللي بتنفذ عمليات إرهابية، ومش هيقبلوا أي اتفاقية تمنعهم إن هم يدفعوا فلوس للأسر اللي بيقوموا فيهم أفراد بتفكير نفسهم.
الأردن، وده حاجة غريبة بالنسبة لي ومثيرة لأنها توضح قد تكون النبوات المكتوبة على الأردن اللي هو مؤاب وعمون وغيره قد تكون اقتربت، لكن الأردن تنسحب من الحوارات مع إسرائيل في تغير غريب مفاجئ ما بين موقف الأردن مع إسرائيل. ده من أروس شبك. تركيا تضرب موقع كردي في شمال سوريا. تركيا اللي بتدافع عن حقوق الإنسان بتبيد في الأكراد. كيل بمكيالين. خبراء يحذروا من أن ليبيا قد تصبح تاني أكبر تجمع لداعش. أمريكا تحذر هولندا أنها يجب عليها أن تنتبه علشان في خطط إرهابية لعمليات إرهابية ممكن تحصل في هولندا قريب. القبض على فتاتين كانوا بيخططوا لقتل على الأقل 15 طالب في مدرسة إعدادي في فلوريدا ويشربوا دمهم. ليه؟ عشان يعملوا أمور شيطانية. ده من فوكس 11. خلوا الولاد يبعدوا عن ربنا ويلحد. طب اتفضلوا العيال بيعملوا ايه؟ اطلاق النار على مجمع يهودي في بيتسبيرغ بنسلفانيا يترك العديد من القتلى 11 وجرحى. اخبار عامه. الصين حتى الان استنسخت 20 نوع مختلف من الكلاب، والسؤال هل الدور جه على البشر ولا لسه؟ وإيه اللي هيمنع الصين إن هي فعلا لو كانت الخطوة الجاية إن هي تستنسخ بشر؟ حتى الآن 4000 شخص تم زراعتهم بالشريحة الذكية في السويد في استمرار انتشار الشريحة الذكية. ده من ديلي ميل. الخبراء يقولوا رغم معارضة المسيحيين، هو كيرز مين يهتم برأي المسيحيين، لكن زرع الشريحة الذكية سينتشر أسرع من المتوقع. المفاعل النووي لتصنيع الأسلحة في تكساس يطلق صفارات الطوارئ بسبب حدث غير متوقع وغير معروف التفاصيل حتى الآن. ده من نيوزويك. طبعا لو حصل حالات سرطان من تسرب إشعاعي حيرموا العيب على ربنا، وإلهك بيخلق ناس بسرطان صح؟ مش ده المعتاد؟ المسيحيين في روسيا يطالب وزير التعليم بمنع الاحتفال بعيد الهالوين في المدارس لأنه بيقرب الأطفال من الأمور الشيطانية وأيضا الانتحار. ده من RT. أخبار اقتصادية. العالم اللي فعلا كمان أصبح مضطرب اقتصاديا. انخفاض في سوق أسهم الصين يقود إلى انخفاض عالمي. ده من ياهو نيوز. على فكرة الحرب الاقتصادية ما بين أمريكا والصين جايب أثار سلبية جدا على الصين، بس للأسف هتعمل أثار سلبية على العالم كله. انخفاض في الأسهم العالمية، وبورصة داو جونز تستعد لانخفاض بثلاث أرقام أكثر مما حدث بالفعل. ده من CNBC. ربنا يستر على الاقتصاد الفترة الجاية. نتكلم على الاقتصاد العالمي. أيضا يوم الخميس بورصة داو جونز تنخفض 600 نقطة وتمحي مكاسب حققتها أثناء السنة. برضو ده من CNBC. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا في كل مكان في العالم للأسف. عشرات المسيحيين يتقتلوا في هجوم مسلمين عليهم في نيجيريا. معلش سامحوني، ليه سؤال، ليه وسائل الإعلام اللي ما متحبش حد يتقتل لكن مقتل صحفي، وده حاجة خطأ مرفوضة، لكن مقتل صحفي العالم مقلوب وكله ليل نهار ما بيتكلمش غير عليه، لكن عشرات المسيحيين يدبحوا محدش يتكلم عليه؟ ده مش معناه ان اقبل ان صحفي يتقتل، لا، لكن في المقابل ليه الكلب مكيالين؟ ليه وسائل الاعلام CNN والكلام ده كله اللي بتتكلم ليل نهار على قتل شخص ما بتتكلمش على قتل عشرات الاشخاص بدون ذنب؟ ليه يا ترى؟
ولا دول ما جنس آخر، مش بشر مثلا؟ ليه العالم ما بيتكلمش على قتل المسيحيين اللي بقي دلوقتي بيوصل قرب 10,000 في السنة فقط عشان مسيحيين؟ ليه الكيل بقي بميكيالين في كل مجال؟ هندوس يستولوا على كنيسة في الهند ويزيلوا الصليب ويعملوا حفلة جوه الكنيسة يسموها حفلة تطهير المكان ده من المسيحية. فين الحكومة؟ تخيلوا لو مسيحيين طردوا حد من مكان العبادة بتاعهم واستولوا عليه. القبض على أكتر من 20 مسيحي في الصين جدد ليه؟ عشان بيبشروا بالمسيح في الشوارع. ازاي وازاي؟ يبشروا ببوزة مش مشكلة، بالإسلام مش مشكلة، ده لو حد كان منهم بيبشر بمحمد كان حقوق الإنسان قامت وصوتت للصبح، لكن عشان بيبشروا بالمسيح ولا حقوق الإنسان ملهاش دعوة. Who cares؟ دول مسيحيين، دول مش بشر، صح؟ مش ده نظر العالم دلوقتي لينا؟ وبالظبط زي ما قالنا الكتاب المقدس ده هيحصل في أواخر الأيام، هيظن كل واحد بيقتلنا أنه بيقدم خدمة لإلهه، سواء إلهه ده إله آخر ولا إلهه ده الحكومة ولا السياسة ولا غيره. الشرطة الهندية تعتدي على 13 مسيحي، عملوا إيه الكارثة اللي عملوها؟ كل الموضوع أن هم اجتمعوا للصلاة. إزاي يجتمعوا للصلاة؟ الشيطان ما يستحملش طبعا. الملحدين اللي ما بيفرقش معاهم لا إسلام ولا غيره إلا المسيحية، يمنعوا الصلاة المسيحية في قسم شرطة في لويزيانا. هل يا ترى عمرهم منعوا صلاة لبوذا ولا صلاة لمحمد؟ لا طبعا. مدينة أمريكية تطالب مديري الماراثون بإزالة إعلانات المحلات المسيحية تشيكن فلي. ليه؟ عشان بتعتبر أنه لما المحلات دي بتعبر عن رأيها المسيحي بيعتبروها محلات كراهية. ليه؟ لأنه بيرفضوا قبول الشواذ. الشواذ يقولوا رأيهم الكاره جدا للمسيحية يعتبروه حرية، المسيحيين يقولوا رأيهم يعتبر كراهية. ليه الكلب مكيالين؟ الانحدار الأخلاقي، وأنا آسف على الأخبار اللي بتبقى في الجزء ده المقززة، بس خبر في الأول كويس. دراسة تثبت، وخاصة عشان ولادكم اللي عايشين في الغرب، إن الاتنين اللي بيعيشوا مع بوي فريند وجيرل فريند قبل الزواج ده في خطورة مرتفعة للطلاق بعد زواجهم. دراسة أثبتت كده، ما يعرف يعني، ولقيوا إنه ما بيعرفوش يتغلبوا على مشاكل ما بعد الزواج. لكن الاتنين اللي بيبدأوا علاقتهم بالزيجة دول دايما العلاقة الزوجية بينهم بتدوم، ونسبة الزواج بتكون أقل بكتير جدا. آسف على الخبر اللي جاي، بسبب سياسة الشواذ والحمامات المتعادلة في المدارس اللي بيفرضوها على الطلبة والمدرسين بطريقة مقرفة غصب عنهم. انتوا لا تتخيلوا ايه اللي بيحصل في المدارس في الغرب. مدرس يطلب منه انه يراقب اماكن الاستحمام، انا آسف، فيرفض. ليه؟ لانه عشان عملوا الحمامات المتعادلة بقى البنات والولاد بيستحموا، فرفض فتعاقب ونقلوا المدرسة بعيدة. هو اللي قليل أدب، واخدين بالكم؟ إزاي يرفض؟ إزاي يرفض ويكون عنده حاجة اسمها حياء؟ ده وحش، لازم يكون قليل الحياء زي الشواذ. الكيل بمكيالين بوضوح. المسؤول في نيو برانزويك يقول لا يمكن أن تعامل الكل نفس المعاملة. لا، ما نقدرش نكيل بمكيال واحد. الراجل بيقولها بوضوح، مسموح ان انت تحط علم الشواذ، حرية، ممنوع وتتعاقب لو حطيت علم المستقيمين. لا، مفيش حاجة اسمها المعاملة بالمثل. ايه رأيكم؟ الراجل قالها بوضوح، كلمة مكيال واحد. ايه لا، كلمة مكيالين، هو ده المبدأ بتاعنا. ترفع علم الشواذ، برافو، حرية. ترفع علم ستريت مبدأك، لا، ممنوع، كراهية. تأيد الإلحاد وتقول كلام يؤيد الإلحاد، حرية. تأيد الكتاب المقدس، جهل.
تعيد الشواذ في أي حاجة حرية، تقول الشذوذ خطية كراهية، وهكذا. آدي الكيل بمكيالين أصبح في كل حاجة. اتنين سيدات شواذ يحملوا بنفس الجنين، واحدة منهم ادت البويضة والتانية حملت الطفل، وفرحانين ان هم نخلفوا طفل بينهم، فعلا زي ما قال الكتاب مجدوهم في خزيه. توأم متماثل 23 سنة بنات، الاتنين يقرروا ان يتحولوا جنسيا ويصبحوا ولاد، ده من ديلي ميل. مرة اخرى عشان تشوف الشواذ ما بيستسلموش، الشيطان ما بيستسلمش. بعد تبريئه اللي هو الخباز بتاع كولورادو في قيده دي الشهيرة، الشواذ اللي طردوه في كل مكان وكانوا عايزين يخربوا له بيته بأي شكل، ليه؟ عشان مسيحي ما بيرضاش يعمل كيك للحاجات القذرة بتاعت الشواذ. بعد تبريئه من الشواذ والفترة الطويلة اللي قضاها في المحاكم، دلوقتي هجموه مرة تانية. ليه؟ قالوا له المرة دي ترانس جندر. المرة اللي فاتت القضية كانت الشذوذ، لا المرة دي ترانس جندر. ايه رأيكم؟ تخيل مسيحي لو كان بيرفع قضية على حد ولما يخسرها يرجع يرفعها بشكل تاني. كانوا ياللي ما بتقبلوش القضاء، ياللي 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 ياللي. لكن واحد مسيحي وفاز في المحكمة الدستورية، ولكن رغم ذلك لسه بيطردوه في القضاء. مسلسل تلفزيوني يقدم أعلى نسبة من الشواذ في هوليود اللي بتحاول تغسل مخ الشباب وتقنعهم بالشذوذ وعايزة تخليه موضة بأي شكل، عشان فعلا بنقرب من الزمن اللي أصبح كما كان في أيام لوط، زي ما بيقول لوقا 21، هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان. أولياء أمور غاضبين من تعليم أبنائهم قصة دراك كوين، القصة اللي بتعلم الشذوذ للأطفال في الحضانة والمدارس ابتدائي، ودلوقتي المدارس ما بترضاش تقول لأولياء الأمور إن هيجيبوا عيالهم ويفرجوهم على قصص الشواذ، وعملوها في يوم اسمه يوم تعليم الوظائف. فالأب والأم فاركين ولادهم الصغيرين بتعوت ابتدائي رايحين يسمعوا حاجة اسمها أنواع الوظائف، وطبعا المدرسة كانت بتكذب عليهم وهي هتعلمهم الشذوذ. ايه رأيكم؟ ده في دنفر. للأسف قاضي في تكساس يرفض قضية المسيحيين ضد قصة دراك كوين لتعليم الشواذ بحجة الحرية. مين وراء الأمور دي كلها؟ الشيطان. تخيل واحد بهذا المنظر لم يقعد يعلم ولادك في ابتدائي يعلمهم الشذوذ، متوقع من ابنك يبقى ايه لما يتغسل مخه في المدرسة بهذا المنظر. الشواذ في بريطانيا يطالبوا ان الانسان، عشان تعرف ان الخطيئة ما بتقفش ولما تتنازل وتقول الشذوذ حرية شوف هيوصلك لايه، فالشواذ عايزين ان الانسان مش بس ليه الحق في اختيار جنسه، فهو يقولك لا انا عايز ابقى راجل وانا عايز ابقى ست، لا ده كمان عايزين يكون ليه الحق في اختيار جنسه وسنه، حتى لو 50 سنة هو ممكن يختار ان هو يبقى عايش سن 30، وجنسيته الناشوناليتي بتاعته، اقول لكم على الخبر الاخير او الجزء الاخير، والسبيشيز بتاعه ايه، جنسه ايه من الحيوانات الغير انسانية. واحد يا سيدي مش عايز يبقى لا راجل ولا ست، عايز يبقى قطة ويتجوز قط، انت مالك؟ ايه رأيكم؟ عشان اللي كانوا زمان بيقولوا الشواذ يا حرام، وقلت لكم فاكرين كارثة LGBTQ، قلت لكم ركزوا على حرف كيو النهائي اللي محدش كان فاهمه ايه وشرحته لكم معناه ايه، او تفضلوا من حقه دلوقتي يختار his gender, race, age, even his species. يا سيدي واحد عايز يبقى كلب ويتجوز كلبة، انا بتكلم يعني يتجوز كلبة literally مش figuratively. ايه رأيكم في اللي احنا بقينا فيه؟ ادي العالم اللي احنا بقينا فيه، واحد عايز يبقى فراشة، واحد عايز يبقى حمار، انت مالك؟ فيتكتب في شهادة الميلاد حمار، ولو صغير يبقى جحش. انا مش عارف اقول ايه اللخبطة اللي احنا بقينا فيها في العالم ده. ايه ده؟ ده العالم اللي احنا عايشين فيه؟ ده اللي بقي يفتخروا بالحاجات دي فعلا مجدوهم في خزيهم؟ عشان كده بطالب ان حقيقي حقيقي العالم
محتاج صلاتنا. أنتم نور العالم، ده قالها لكم المسيح. لو أنتم ما بقيتوش منورين بكلمة ربنا للعالم، العالم هيبقى ظلمة قوي. محتاجين نعد زيت لمصابيحنا عشان لما يجي العريس. أقصد الاستعداد والإضاءة المصابيح أكتر بالصلاة، بالصوم، بالخدمة. خدموا ولاد ربنا وخليقة ربنا في كل مكان، بشروهم، تكلم في وقت مناسب وغير مناسب، لأن خلي بالك العالم عايز يقطع لسانك، عايزك ما تتكلمش، تبقى مكسوف تتكلم، تقول إن أنت مسيحي، أو تقول الشذوذ خطية، أو تقول الإلحاد ده غلط، عايزك ما تتكلمش، ده خلاف هدفهم هذه الأيام. لكن إحنا محتاجين نتكلم، محتاجين ننقي قلبنا كمان، نستعد بلباس العرس زي ما قالنا في رومية 13. خلاص عارفين الوقت، نستيقظ. هدف الخدمة دي دعوة للتيقظ لضعفي ولحضراتكم من النوم، فأن خلصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. أي حد مسيطر عليه خطية، بطر، سكر، غيره، خصام، حسد، تكبر، بتزعل من أخوك، وحاليا سامحوني أنا لا أقصد دين أحد، بس روح الفرقة بتزيد. اللي بيفرق مش بيجمع، تجمع مع أخوك المسيحي مش تتخالف معاه عشان اختلاف رأي حاجة بسيطة. البسوا الرب يسوع المسيح وما تصنعوش تدبيرات للجسد لأجل الشهوات. وخلي بالك لو ما استعدتش من الآن، الظلام اللي هيجي مش هيكون لك فرصة. ربنا قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش. أما خوفهم فلا تخافوا، عشان نؤمن في زمن التشكيك اللي بقينا عايشين فيه في كل حاجة. قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن بصدق وروعة كلام الكتاب المقدس ووعود ربنا. والحاجة الثالثة عشان ننتبه، عشان نستعد، عشان نرفع راسنا لفوق، لأن نجاتنا تقترب. 150 ألف واحد بيموتوا كل يوم، يا ترى هكون أنا من إمتى فيهم؟ هل يا ترى لو هكون منهم النهاردة أنا موقفي إيه؟ فاستعدوا، صنعوا ثمار تليق بالتوبة، واستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع.